السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل من معايا. شارك بالبرنامج. تفضل من معايا. أنا علي من ألمانيا، عراق الأصل. علي شيعي ولا سني أستاذ علي؟ أني كان عندي استفسار، أنه قلت قبل شوية قلت أنه الشيعة ما عندهم أصول دين. حضرتك شيعي ولا سني أستاذ علي؟ شيعي طبعا. لا، قلت بنفس اللفظ أن الشيعة، أثبتنا من خلال الحلقات الماضية أن الشيعة ليس لديهم أصول يعتمدون عليها. كان كلامي واضح جدا يعني. يعني مثلا احنا عندنا الشيعة التوحيد والعدل سؤالك أستاذنا والنبوة الفاضل. والإمامة والميعاد. يعني نعم. حضرتك بأي أدلة وبراهين طلعت أنه الشيعة ما يمشون بيهن أو مو عدل؟ على أي أدلة حضرتك طب استند؟ أسألك سؤال أدلتك بسيط قوي كانت أدلة يا غير أستاذ صحيحة. الفاضل، أسألك سؤال بسيط قوي. تفضل الإمامة تفضل. عندك من أصول الدين أم من فروع الدين أم من أصول المذهب؟ نعم، الإمامة من أصول الدين أم أصول مذهب؟ من أصول الدين الإمام، يعني اللي يقول والإمامة أعلى من النبوة، يا أستاذ وبنص الفاضل، القرآن الكريم عندما دعا إبراهيم عليه السلام اجعلني إماما، لعل الله يكذب مثلا، يا لا حاشا أستاذنا لله علي، أنه القرآن يقول الإمامة أعلى. فمن أصول الدين الشيعي، أستاذنا علي، وكل شيعي يقول لك الإمامة فروع الدين كذاب. ما قلتش فروع، الإمامة فروع، ما من قلتش فروع. أصول الدين الشيعي. يا أستاذ علي ركز في السؤال، الله يصلح حالك. تفضل تفضل. الإمامة لديك اللي أنت بتقول من أصول الدين، نعم تمام؟ سألتك السؤال، هل هي من أصول الدين أم أصول المذهب؟ نعم تمام؟ أصول الدين، أصول ممتاز، دين أقف معايا بس الإسلام يا أستاذ علي. وليس أصول دين المذهب. يا أستاذ الفاضل، والذي يقول إنها من تفضل. أصول المذهب حكمه إيه عندك؟ شلون شلون؟ الذي يدعي إنها من أصول المذهب، إيش حكمه الشرعي؟ ما أحكم عليه. عندنا علماء، طيب عالم يقول يقتنع بهذا الشيء، طيب عالم لا يقتنع بهذا الشيء، على طيب أي أساس أنا أحكم عليه؟ طيب ولكن أستاذنا الفاضل، الموروث، أستاذنا الفاضل، اسمح لي يا أستاذ اسمح لي الفاضل أستاذ أشرف، أسمح لك اسمح والله، لي يا أستاذ أستاذي أشرف، أسمح لك. الموروث الشيعي للدين الإسلامي ينص أن الإمامة من أصول الدين، طب والدليل أستاذ على الفاضل، كلامي يا بأنه كل الشيعة تقول أن لو كان الإنسان يصلي بين الركن والمقام 1000 عاما ولم يمتلك ولاية علي بن أبي طالب ممتاز فيكف الله على منخره يوم القيامة في جهنم. أحسن فمن الطبيعي تكون من أصول الدين، ولكن اسمع الآن دقيق يا أستاذ الفاضل، إنه اسمع، حضرتك الله يفتح يحتمل حالك، أنت داخل معايا حوار، اسمع. أنت ذكرت أن الإنسان لو صلى بين الركن والمقام ولم يؤمن بولاية، اسمع بس، ولم يؤمن بولاية علي، تمام، ليس بمسلم يعتبر ولم يدخل الجنة. ممتاز. حضرتك لم يقل أحدا ليس بمسلم. أخي لا تقولني، أنا ما قلت ليس بمسلم، أمال قلت يبقى لن إيه؟ يدخل الجنة. لن يدخل الجنة. طيب طبعا أستاذ الفاضل، الصلاة ذكرت في القرآن، ممتاز. نعم. أين وجوب الإيمان بالإمامة في القرآن؟ الإمامة بالمفهوم الشيعي، نعم. اتفضل اديني آية كده، مثلما أقيموا الصلاة آمنوا بالولاية آمنوا بالإمامة، اتفضل. ها يعني حضرتك تريد من عندي دليل من القرآن أنه عامن بالإمامة؟ مش انتوا كل قول يعرض على القرآن عندك او يخالف، أستاذ اسمع أشرف، بس، اسمع عشان أستاذ تفهم، أشرف، اسمع أستاذ عشان أشرف، تفهم، أنت اتفضل حضرتك قبل شوية يا قلت استاذي، لا تجاوبون سؤال بسؤال، بس يا اسمع لا استاذي، أشرح لك يا حضرتك، استنى استاذي، خليني يا أجاوب، استاذي، أعطيني مجال. يا استاذي، انا عايز اسالك سؤال بس قبل ما تجاوب. انت تابعت برنامجي قبل تفضل. كده؟ أنا تابع برنامجك من أول ما حضرتك يعني بدأت على حضرتك في الشاشة. حلقات ان الشيعة تقول كل ما يخالف القرآن لا يعمل به، هل تؤمن بتلك القاعدة عن الامام الصادق؟ طبعا ممتاز استاذ الفاضل، انا اين اجد اصل الايمان بالامامة في القرآن؟ أستاذ أشرف، تسمح لي دقيقة لو تقاطعني وأول ما اتفضل أبدي يا أحكي. استاذنا، اتفضل. حضرتك دائما تقول، وانا احترم هذا رايك، انه لا تجاوب سؤالا بسؤال. حضرتك تريد من عندي انه اني انطيك دليل من القران على الامامه. اني الإيمان، ارجع اسالك، الإيمان بها، اسمح لي يا اخي. نعم الإيمان بها اي، مطيني أو مجال خلي اسالك إقامتها اني أو مطيني إنها مجال. حجة، تفضل. أنا هم أريد معدك دليل أنه الله سبحانه وتعالى بالقرآن يقول وإن قمتم إلى الصلاة، الإنسان اللي يقوم يقول فاغسلوا
زين بمسحوا في رجلكم حضرتكم تغسلون هم خالفتوا القرآن راح حضرتك شدك حضرتك بتكذب اكو بعض حضرتك بتكذب حضرتك يا استاذ علي يا استاذ علي ليس كل يا استاذ علي موجود بالموروث الشيعي والموروث السني موجود في القرآن الكريم يا استاذ علي يا استاذ علي يا استاذ علي اعطينا مجال نحكي لا 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 اهدى 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 تذكر الصلاة الصبح ركعتين اهدى بس تذكر الظهر اربع مرات اهدى يا جميل تذكر العشاء ثلاث اهدى يا جميل اهدى مثلا اهدى اولا حضرتك كذبت لماذا يا اخي انت انسان عالم معني بس الله يصلح حالك لما تيجي تقول لي يا استاذ الفاضل اسمع سؤالات غير موجوده يا عمي اسمع عشان تفهم ما تعطيني مجال شلون اسمع لانك بتحكي في اي حكي انت بتحكي في المحكي كده تمام لما تيجي تقول لي انا راجل تابعت كل حلقاتك فانت كذاب لماذا لان لو لا انت لا تابع لا اسمع يا استاذنا اسمع يا استاذنا اسمع يا استاذ اسمع بتكذب على الاسلام روحنا لانك لما تيجي تقول لي اية الوضوء ده انا عملت حلقه كامله يا راجل عن اية الوضوء حلقه كامله عن اية الوضوء ما استطاع الشيعي ان يرد النص المعصوم امام نص القران وجاي تقول لي انا بتابع كل حلقاتك الله المستعان اين اصل الايمان بالامامه ليس كل اصل للايمان بالامامه موجود في القران عند السنة عند الشيعة لا انتوا اللي ألزمتوا نفسكم بالقاعدة أهل السنة لم يلزموا نفسهم بتلك القاعدة أن كل قول يخالف القرآن لا يعمل به أو اعرضوا أحاديثنا على القرآن بمعنى أصح كما أنتم ذكرتم فألزمتكم بالقاعدة عرض الحديث على القرآن لو أقول لك أنت كذبت نعم أنت كاذب لأنك يمكن أول مرة تتابع أشرف غريب ولم تتابعه من قبل لكن في واحد قال لك في واحد اسمه أشرف غريب بيعمل حلقات لو تقدر ترد عليه رد عليه فانت رحت داخل ما شاء الله حتى تقوم بالرد